كل سنة خمسة ثواني كل سنة وانت طيب. وانت طيب. 4-3-2-1-0 انتهت المباراة 91-78. انتهت المباراة أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين بتفوق وفوز نصراوي صريح صريح، لكن الآن طبعا مراسيم التتويج حسب رأي الحكام ورأي اللجنة المنظمة في اتحاد السلة. ننتظر ونشوف مراسيم التتويج كده. الآن ضم الهلال البطولة الدوري على الكاس مستحقة بكل المقاييس مستحقة بكل المقاييس مستحقة. مباراة غريبة جدا. نرجو أن لا تتكرر. الدكتور غسان نزل يمكن يكون له رأي حنشوف والله الآن ما سيقرره اللجنة المنظمة سنشرحه للسادة المشاهدين. طبعا الدكتور غسان بيحيي الحكام رئيس اتحاد اللعبة الحكام الطاولة والساحة، وأيضا ننتظر ماذا سيحدث. الهلال جميعه دخل إلى غرفة الملابس. جميع الهلال دخل إلى غرفة الملابس. هذا مشرف التلفزيون الصالة الداخلية تفضل. من سيستلم الميداليات الفضية للفريق الهلالي؟ هذا هو الكأس، هذا كأس السلة في موسمه الجديد، ولا يوجد أي أحد من الفريق الهلالي حتى لحظات سعيدة واحتفالية نصراوية بالكأس الجديد. موسم نصراوي بكل جدارة لعبا ونتيجة. هذه الميداليات في البداية طبعا هتكون الميداليات الفضية. هذا يزيد الدوسري لاعب هلالي منذ سنوات طويلة، انتقل للنصر منذ حوالي 3 سنوات ويشهد الآن البطولة مع فريقه الجديد. قدوم. إذن الآن أتى دور صاحب المركز الأول والحاصل على الميداليات الذهبية والكأس نادي النصر فليتقدم. إذن هذا أيوب رقم 14 لاعب نادي النصر يتقدم باستلام الميداليات الذهبية السلوم، وبعد تركي المهنة كما تشاهدون من يد حقيقة رئيس الاتحاد السعودي أوزان واللاعب خالد عبد الجبار وهذا اللاعب شافي سالم. نعم سالم صحيح المعلومة. وهذا أوزان وهذا مصعب قاضي لاعب نادي النصر والمعار لنادي النصر ولاعب نادي الأنصار ومنتخبنا الوطني وصاحب اليد الذهبية جابر الكعبي. نعم ألف مبروك حقيقة لجميع اللاعبين. وهذا يزيد والكوتش عبد الرحيم لال مدربنا الوطني باستلام الميداليات الذهبية. ألف مبروك لنادي النصر وحد أوفر لجميع الفرق، وهذا هو حقيقة القلب النابض لنادي النصر وحقيقة هذا السعد على السلة النصراوية الأستاذ بندر الرشود. ألف مبروك حقيقة لنادي النصر باستلامه. الآن في هذه اللحظات يتقدم استلام الكأس اللي هو أيوب موسى عيسى من نادي النصر من يد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، وألف مبروك على هذه البطولة. نعم شكرا شكرا. إذن الكأس
والميداليات الذهبية لنادي النصر. وهناك حقيقة شوف صورة تذكارية، صورة تذكارية مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي وأعضاء الاتحاد السعودي والأستاذ عبد الرحمن أو الأستاذ عبد الإله بن عبد الرحمن شعيل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة، والأخ منصور بن حسين حقيقة المشرف العام على هذه البطولة. كما تلاحظون حقيقة صورة للذكرى للأبطال فريق نادي النصر، كانت حقيقة مباراة وذكرى جدا جميلة تضاف إلى سجل نادي النصر. إذن هذه البطولة هذا العام حصل على الدوري الممتاز وبطولة كأس وزارة الرياضة. ألف مبروك لنادي النصر وحظا أوفر لنادي الهلال الزعيم الهلالي إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وأتمنى أن نكون قدنا حزنا على رضاكم. ألف مبروك، ألف مبروك على الجميع. نعم، إذن هناك بعض الصور التذكارية بين الفريقين كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. ولا ننسى أيضا الشكر والتقدير حقيقة للجنة الإحصاء بقيادة الأستاذ اللي هو أحمد عيسى فلاتة رئيس، والأخ ماجد، والأخ حقيقة محمد بشير، والأخ محمد فلاتة جميعا، والأستاذ حسان، كل من شارك حقيقة في الإحصاء طوال هذه البطولة. الشكر والتقدير دائما وأبدا موصول لكم، وشكرا للجميع.